دون أن نمس هذه الحواجز. شاهدوا معنا. ألو، قبل أن نبدأ هذا المقطع خلوني نوصل هذا الفيديو. مرحبا بكم شباب في الحلقة العاشرة من Advanced Parking Car. هذه السيارة الجميلة سوف نحاول ركنها في المكان المناسب لها. إذن شاهدوا معنا، هذه هي السيارة، سيارة صغيرة بيضاء جميلة جدا. إذن ننقل ناقل الحركة إلى الوراء ثم إلى الأمام. شاهدوا معنا، هل سوف نتمكن من ركنها في المكان المناسب دون المساس بهذه الحواجز، دون أن نمس هذه الحواجز. شاهدوا معنا. شوفوا كيف سندور. ووصلنا. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.